عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية فسحة اقتنصها أبناء الجالية اليمنية، فحضروا فيها بزيهم وأغانيهم الشعبية رافعين علم بلدهم. الحفل الذي أقيم في مدينة هيمترامك الأمريكية شهد حضورا لافتا لأبناء الجالية، وتضمن فقرات فنية وثقافية عديدة، وجاءت مشاركة الجالية اليمنية بفريقها الرياضي. الرقص والغناء طقوس غالبا ما يمارسها اليمنيون في المهجر، علهم يعيشون بها تفاصيل محببة لهم حرمتهم منها الغربة. رسم صورة تعكس ثقافة اليمنيين ومدنية سلوكهم أحد أهداف مثل هذه الفعاليات، خصوصا في مثل هذا التوقيت الذي لم يعد يسمع العالم عن اليمن سوى أخبار الحرب والدمار.